عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزير الصحة أحمد عماد الدين اجتماعا لبحث سبل التعاون بين الوزارتين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030. هذا وقد تناول الاجتماع أيضا أهمية دور وزارة التضامن في دعم الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز النشاط التنموي وإتاحة قروض ميسرة للسيدات في المشروعات الصغيرة، فضلا عن كيفية توفير مرشدات صحيات للتعاون مع الرائدات الريفيات. وأعلنت وزيرة التضامن في هذا الإطار تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ الأنشطة المشار إليها من خلال الجمعيات الأهلية من صندوق إغاثة الجمعيات في محافظات الصعيد الأكثر فقرا.